عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة معكم على الهواء، ويا مرحبا بالجميع. على مدار 20 عام بقدم فيها جنة الأعشاب هذا البرنامج على القنوات العربية والعالمية، وبصادف الناس وبسافر على كثير من الدول، مشاكل كثيرة بسمعها من الناس، وصفات بالله عليك وصفة لهذا المرض أو لهذه العلة، شكاوي الناس، لكن من الشكاوي للأمانة الكثيرة، مشاكل الغدة الدرقية، كسل الغدة الدرقية، هذه الغدة اللي موجودة بالرقبة مثل الفراشة اللي فاتحة جنحانها. هذه الغدة الله سبحانه وتعالى ما خلقها عبث، وكثيرين جربوا الكثير من الوصفات والعلاجات وعادت أمورهم طبيعية بإذن الله سبحانه وتعالى، وصفات موثوقة للخمول والاضطرابات والتضخم بالغدة الدرقية. إيش ناكل؟ إيش نشرب؟ إيش ناخد؟ دائماً بنحكي لهم اشربوا البابونج، اشربوا الميرمية، اشربوا الشاي الأخضر، عودوا للوصفات الطبيعية والأعشاب الطبيعية لكسل الغدة الدرقية. حافظوا على أكلكم، نظامكم يكون نظام نمط حياة صحي، واستخدموا العلاجات الطبيعية، فبالتالي بإذن الله سبحانه وتعالى بتستفيدوا. لو اتبعنا نظام غذائي وخففنا من السكر، السكر اللي بيزيد الالتهابات في الجسم يا اخوان، عشان نستمتع في الطعم، لكن نخفف، ما بنحكي اقطع، ودائما نحافظ على فيتاميناتنا في ابداننا، نتناولها فيتامينات والمعادن من الطعام الطبيعي. يا مخيرات الله، انا دائما بحكي غذاك هو دواك. نتناول الاكل الصحي، الأطعمة اللي مسموح فيها لهذول الناس اللي عندهم قصور في الغدة الدرقية، بسيبهم الكسل والتعب، تساقط الشعر. فلازم يكون عندنا نمط غذائي صحي، نتناول البيض بشكل جيد، اللحوم مثل اللحوم البيضاء والدجاج، الخضروات الطبيعية كمياتها تكون معتدلة، الفاكهة مثل التوت والموز والبرتقال والطماطم، ونستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى من الطبيعة. وإحنا حكينا غذاك هو دواك، نستفيد لمشكلة مأرقة الكثيرين بيشتكوا والله. أما اللي عندهم التضخم، تضخم الغدة الدرقية مش الكسل، بإمكانهم يستفيدوا من الثوم 3 مرات بالأسبوع، وقش الشوفان وذنب الخيل بيستفيدوا منها بإذن الله سبحانه وتعالى، والأعشاب البحرية أيضا بتمنع زيادة التضخم. بدنا نحافظ على صحتنا، وكثيرين جربوا الوصفات لاضطرابات الغدة الدرقية وحلت المشكلة جذريا بهذه الوصفات الطبيعية، وراحت مشاكلهم، راح التعب والخمول وهالمشاكل. إذا خلينا نتناول العسل، إحنا عنا مشكلة، ليش ما نتناول العسل اللي فيه شفاء للناس؟ أنتوا ليش ما بتقربوا على العسل إنه بحل الكثير من المشاكل؟
هو بس لازم نعطي وصفة من الأعشاب مثل الفوقص الحويصلي ومثل القسط الهندي ومثل البردقوش لمشاكل الأعشاب أو بذور الرشاد. العسل فيه شفاء للناس. أنا عندي هاي المصيبة، مصيبة عندي في جسمي أصبحت بتعيق حركتي، عندي خمول، عندي تعب، عندي وهن، عندي سمنة أحيانا بتكون مفرطة. وحكينا هي غدة تشبه الفراشة أو ربطة القوس في الجهة الأمامية من الرقبة، ممكن تسبب لنا مشاكل بضغط الدم، تنتج لنا الهرمونات اللي بتحتاجها أبداننا. فبالتالي بدنا اليود، وموجود بالأسماك ومضاعفاتها والله ما هي قليلة. لكن أنا نصيحة لوجه الله عز وجل، الوصفات المجربة بالأعشاب وسهلة، والله سهلة سهلة، هذا خلل صار في أبداننا. مثل العسل نستخدمه أو نعمل الوصفات المنزلية الفعالة مثل وصفة الجرجير لمشاكل الغدة، ناخذ راس من البصل، كمية كافية من الجرجير، ملعقة من العسل نحطهم بالخلاط ونتناول هذا العصير، أو ناخذ منه ملعقتين صباحاً وملعقتين بعد الأكل وملعقتين قبل النوم. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ما بالكم بالبردقوش اللي بيعدل الهرمونات، كافة الهرمونات في بدننا، بنتناول النساء لتعديل الهرمونات. في من الأشفية نخلطه بالشاي الأخضر بكميات متساوية، ناخذ منه ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. تناول السبانخ غذاك هو دواك، غذاكم هو دواكم والله. اتعالجوا بالطبيعة بالموجودات في بيتكم. اللي من البيت بإمكانه يحل كثير من مشاكلنا. أنت طول النهار مش ماكل، لما تيجي تتعشى شوف شو بصير فيك، مش ماكل طول النهار وجوعان وعطشان ومش ماكل ولا شارب، شوف كيف النشاط والحيوية بدب في جسمك. ما بالك أنت مريض، لما تأخذ هذه الوصفات والله بتحل من عقدة مشاكلك. بردقوش وشاي أخضر، السبانخ. الناس اللي عندها هذه المشاكل في بعض الدول اللي أنا زرتها بياخذوا السبانخ بيغسلوه بحطوه بالخلاط وبصبوا عليه الماء وبيشربوا عصيره، بعصروا عليه القليل من الليمون. عنده مشكلة بده يخلص، ما بده سمنة، ما بده كسل بالغدة الدرقية، خصوصا إذا أخذناه مع زيت الزيتون. ليش ما نعمل السبانخ نحوسه، نقلي زيت الزيتون ونحط السبانخ ونقلبه على السريع، يعني نستفيد منه بالملعقة مع سن من الثوم. إذا الفوقص الحويصلي هذه العشبة البحرية فوائدها جدا عظيمة أيضا للغدة الدرقية ومشاكل الغدة الدرقية، ملعقة منها على كوب من الماء مرتين باليوم، فوائدها جدا عظيمة. وصنعوا منها مستحضر الآن موجود بعض الصيدليات. القسط الهندي مع العسل أو القسط الهندي الآن بيبيعوه كبسولات لأنه طعمه مر، فيه من السبع أشفية، فوائده جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نتناول علبة تونة مع زيت الزيتون أو الأسماك، فبالتالي بنستفيد. القسط الهندي فوائده جدا عظيمة. أنا بعطي أكثر من حل حتى الناس تستفيد من النعم اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بين إيدينا. بذور الرشاد أيضا فوائدها جدا عظيمة، أو الرشاد الأخضر لو مع السلطة. نحافظ على أكلنا، نكثر شرب المي، نريح نفسيتنا. مش أنت تكوني عندك مشكلة الغدة الدرقية وتحكي لي بدي أنا للسمنة ما شاء الله نافخة، وأنت ما حليتي الأصل، أصل المشكلة. فبالتالي بدنا دائما نعرف السبب، بعدين كل شيء له حل. فوقص الحويصلي عشبة بحرية موجودة
وموجودة عند العطارين وأكثرهم بيعرفها، أعطت حلول. القسط الهندي ما شاء الله مطحونه ملعقة على كوب من الحليب أو على علبة لبن مرتين باليوم، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.